أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم تايب سكربت. تعلمنا ورأينا خلال الدرس الفائت كيف نستطيع القيام بتعريف متحولات وتعريف objects وأيضا تعريف functions، وذلك مع الكتابة الكاملة للأنماط المتعلقة بها وبالبرميترات المدخلة إليها. فهنا مثلا إذا قمنا بتعريفها بشكل كامل كما نرى هنا، فسوف تتحول بعد المعالجة والتحويل إلى ملفات الجافا سكريبت إلى هذا الشكل. وأيضا نستطيع القيام هنا كما تعلمنا أنه مثلا إذا قمنا بتعريف متحول وذلك دون تحديد النمط، فسوف يقوم بأخذ نمط أني، أي فعليا أستطيع القيام بإسناد أي قيمة له تنتمي إلى أي نمط، سواء كانت number أو مثلا كانت string أو حتى مثلا إذا قمنا بتعريفها على أساس تابع وما إلى ذلك، مثلا arrow function على سبيل المثال. إذا هنا لا فرق ولا مشكلة، ولكن فعليا نستطيع القيام بتقليد هذا المتحول بأنماط متعددة. وهنا نتعرف إلى ما يسمى union type، أي نمط المجموع. فعلى سبيل المثال إذا قلنا أن هذه هي number، فسوف يتولد مشكلة عند كلا من هذين المتحولين. ولكن إذا قلنا إضافة للنمبر قم أيضا بإسناد السترينج لها، فهنا فقط نرى كيف أنه لا أستطيع القيام بإسناد functions إلى هذا المتحول. تمام. وأيضا على سبيل المثال نستطيع القيام باستخدام التبل. فإذا قلنا مثلا قم بتعريف متحول يتكون العنصر الأول هو number والعنصر الثاني هو string، فبهذه الحالة عندما نقوم بتعريف هذا المتحول ونقوم مثلا بإسناد قيمة له، إذا كانت number ومن ثم string لا مشكلة، ولكن إذا قمنا هنا بجعل هذه أيضا string فهنا سوف يتولد خطأ، لأن هذا التبل هو فقط معرف لاستقبال number ومن ثم string. وهناك مختلف الطرق التي من خلالها نستطيع القيام بالتعامل مع هذه المتحولات، وهناك الكثير غيرها من هذه المجموعة كالإنو التي من خلالها أستطيع القيام بتعريف متحولات مثلا colors، وهنا نقوم بإضافة هذه الكلاس مثلا green ومن ثم red وأيضا مثلا blue. فهنا أستطيع القيام مثلا بتعريف متحول bar2 ينتمي إلى هذه الكلاس، والقيمة هنا مثلا هي colors مثلا إحدى هذه العناصر لتكون red. دعوني أقوم بتحويل هذه إلى الجافا سكريبت. فهنا نقول وسوف نراها بهذا الشكل. نرى هنا مختلف الطرق من ناحية التعريف، ولنرى ما إذا كان التحويل سوف يختلف إذا قمنا بتطبيق ذلك على الـ ESX. نرى أنه نفس التحويل. إذن فقط بمجرد القيام بالكتابة البسيطة بهذا الشكل نقوم هنا بالتحويل بطريقة بروفيشنال بهذا الشكل وبطريقة أوتوماتيكية. إذن الآن دعونا نقوم بذكر بعض الأمثلة المتعلقة على سبيل المثال باستخدام ما يسمى الـ Interfaces. طبعا الانترفيسز كما تعرفنا عليها مسبقا وذلك ضمن مختلف لغات البرمجة، فمن خلالها أقوم بكتابة ما يسمى تيمبليت قوالب وأستطيع القيام بوراثتها، ومن ثم أقوم بتعريف مثلا أجسام وإمبلمنتيشن لميثودز قمنا بذكرها على أنها أبستراكت، أي فعليا الانترفيس تحوي على ميثودز وتحوي على خوارزميات مجردة لا تحوي على بودي في ذاتها، وهذا هو التعريف الأساسي للانترفيسز. وأعتقد لا أستطيع القيام بتعريفها عند الجافا سكريبت. فإذا قلنا مثلا أيا يكن، فهنا نرى كيف أن الانترفيس فقط أقوم بتعريفها عند التايب سكريبت. تمام. إذا ننتقل هنا ونقول مثلا قم بتعريف انترفيس لتكون مثلا تيمبليت بهذا الشكل، وقم هنا بإدخال عدة متحولات ليكون مثلا لدينا نيم النمط الخاص به يساوي string. لا نقوم بإدخال قيم وإنما نقوم فقط بتعريف أنماط، وهنا نقوم بتعريف number النمط number. وأيضا أستطيع القيام بتعريف توابع ليكون مثلا display، وهنا مثلا سوف نقوم بتمرير متحول parameter ومن ثم سوف نقوم برده، ولكن سوف يكون ذلك عندما نقوم باستيراد هذه الانترفيس، وهنا فقط سوف نقوم بذكر النمط. نمط الخرج هو string مثلا، وبالنسبة لنمط الإدخال سوف يكون any بهذا الشكل. دعونا نقوم مثلا بتعريف متحول object يقوم هنا على سبيل المثال بكتابة النمط الخاص به، أو بمعنى أصح يقوم بوراثة هذه الانترفيس، فهنا طبعا يساوي هذه القيمة، وهنا يجب علينا القيام بتعريف هذه المتحولة. فسوف نقوم بذكر name يساوي مثلا column عبد الله، ومن ثم number يساوي 4، وبعدها سوف نقوم بكتابة implementation
لهذا الفانكشن، وهنا نقول مثلا دعوني أقوم بجعل النمط void، وسوف أقوم باتباعه بشكل مباشر. وهنا نقول مثلا console.log، ومن ثم نقول مثلا قم باتباعه، سوف نقوم باستخدام الباكر. وهنا the value is لهذا الشكل، طبعا هذه بار. الآن إذا قمنا بالمعالجة دعونا نقوم بحفظ التغييرات، وهنا نقول قم بالتحويل، دعونا نقوم بحذف هذه والمعاودة، نراها بهذا الشكل. نرى فقط كيف قام بتعريف هذا المتحول وهذا الأوبجكت، ولا نرى أي أثر لهذه الانترفيس، فهي فقط من أجل القيام بتحديد هذه الأنماط. على سبيل المثال إذا قمنا هنا بإدخال string سوف يقوم بإعطاء خطأ، هذا الخطأ لا يظهر في الجافاسكريبت، وإنما فقط أقوم بالاستعلام عنه في التايبسكريبت، وذلك لضبط الإدخالات ولضبط الإعدادات. وهنا أيضا نرى كيف أنه لا يقوم باستخدام الباكتات وهذه الإدخالات الموجودة هنا والمعتمدة في الـ ES6، لذلك سوف نقوم هنا بالتحويل مرة ثانية باستخدام ES6، نراها بهذا الشكل. تمام. طبعا هناك بعض الإشكاليات التي تظهر، وذلك في حال قمت بإدخال هذا الأوبجكت إلى تابع. فعلى سبيل المثال إذا قمنا هنا بكتابة تابع وقلنا هنا اسمه مثلا شو، وهنا أقوم بإدخال بارامتر دون تحديد النمط، فنقول هنا مثلا بار، نقوم بعرض الديسبلاي بهذا الشكل مثلا LH software. إذا قمنا هنا بالتحويل دعونا نتأكد أنه لا يوجد أخطاء، فنرى هنا كيف قام بالتحويل ولا يوجد أي مشاكل. إذا قمنا بالتجريب وقلنا مثلا نوت، ومن ثم ملف الجافا سكريبت، طبعا لم نقوم باستدعائه، دعونا نقوم هنا باستدعائه، فنقول هنا شو وذلك على هذا الأوبجكت بهذا الشكل. لنرى الآن، طبعا أحتاج إلى القيام بالمعالجة، لنرى الآن نراها بهذا الشكل، جيد جدا. ولكن فعليا إذا قمت هنا بإدخال أي قيمة، على سبيل المثال قمت بإسناد هذه إلى قيمة معينة تساوي 5، فلن يقوم بإعطائي أي مشكلة. وحتى إن قمنا بعرضها بعدها مثلا قلنا console.log وذلك على هذه القيمة، فأيضا لا مشكلة. لنرى بهذا الشكل، إذن هنا تولد خطأ، وذلك لأنه لم يقم بإعطائي أي مشكلة من ناحية القيام بإعادة تعريف هذا الفانكشن والقيام بإسناد إليه قيمة معينة، وذلك من نمط number. لذلك هنا لحل هذه المشكلة سوف أقوم هنا بالتأكيد على أن هذا النمط هو من نمط template، وهنا تولد هذا الخطأ، وهو أنه لا أستطيع القيام بالassignable والقيام بإسناد number إلى function. لذلك هنا سوف أقوم بالعودة إلى الحالة السابقة، ونقوم هنا بالتأكيد على أنها template بهذا الشكل. حتى وإن قمنا بذلك ففعليا في الملف الخاص بالجافا سكريبت هذه التعريفات لن تظهر، فهي فقط من أجل القيام بضبط الإدخالات وذلك عند التايب سكريبت. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، علمنا فيه كيفية القيام بالتعامل مع المزيد من هذه الأنماط وهذه التايب، وكيفية القيام بالتعريف واستخدام هذه الانترفيسز. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.